آشيش مو موجود ولا بمكان. فاسوندرا سينغراتور. أنا ما رح أتساهل مع هالمرة التافهة أبداً. إيه ماشي، اعملي يلي بدك إياه، بس كونوا كلكم بالوقت المحدد للحفلة. المشكلة إنه عمتي ما بتلتزم بالمواعيد. إيه إيه ابني، رح نكون بالوقت المناسب، بس حسب التقاليد عنا لما بتجينا دعوة من حدا ما منرجع الشخص هيك فاضي. ممتاز. لهيك تعال لقلك، تعال. مشان شو؟ إيه؟ قليلي؟ اختي طولي بالك، ليش عم تعملي معي هيك؟ طولي بالك، عم توجع. روحوا إلا إني رجعتك باحترام، روح. أنا خال حفيدك، لازم تحترميني شوي على الأقل، مو هيك يعني؟ وليش شوي؟ قلي بعطيك كمان تاخذ. لا لا بكفي، يلا خال. رح روح خلص، طولي بالك، بعدي عني، لا تضربيني. امشي قليل أدب، تعال هون. ولا مرت أخي، خلال يومين بس أم، يومين مو أكتر، هاي المرة غيرت اسم كنتنا من نانديني تيواري مرت ابني لنانديني راتور. هي يلي رح تعمل مراسم تسمية حفيدنا، وحتى ما في اسم، ما في أي اسم من أسمائنا أو حتى اسم حدا من عائلتنا. وشو شكل هالدعوة هي؟ مانا دعوة بالمرة، هي دليل على سلوك فاسوندرا راتور السيء. هي الدعوة خد شوفها منيح، فاسوندرا راتور هي سيئة. كنت بعرف إنه رح تزعجنا أكيد، بس شو منشان البنت الغالية عليكن؟ ماتري، كنتوا واقفين بصفها مو؟ شو شغلتها بالضبط؟ منظم الحفلة؟ البرنامج كله رح يكون بإشرافها ورح يكون بدعمها. أنا ما قلتلك إن وحدة ما بتاخد موقف ثابت من حدا؟ رح موتها بكفي. ما بعرف مين اللي عطاها الحق بتسمية حفيدي أنا. ما كتبت اسم آشو حتى، كيف بتتجرأ تعمل هيك؟ ما أنا عاملة اعتبار لعائلتنا. أنا رح رجع الولد لحضننا، أنا رح رجع هالولد لهون ورح أمحيهم. ايدي مرت أخي، رح ورجيهم كلهم، رح تحترق. أنا رح ورجيهم كلهم، خليها تحترق، مو مشكلة، مو فارقة معي إذا متت كرمال عائلتي أبداً. هالمرة لازم تفهم إني ما بخاف من الموت أبداً، أصلاً هي المرة أخطر من الموت. لوين اخذتيني؟ احكي، عندي شغل، خليني اروح على شغلي بقى. بس في شغلات بدياك انت اللي تعملها. لازم نعرف شو نعمل بالضبط، ولازم نعمل مخطط مشان حفله اسمه. انا رح ابعت لك رقم المطعم وانت لازم تقرر القائمه وتخبرهم، ماشي؟ لازم يكون الاكل ظريف. شو قلت لك؟ شي نكته؟ ليش ما بتسم هيك؟ لانه اختي ما في منها. ماتري ميشرا رجعت، هاتي لشوف. احكي واخوكي رح يكتب. ماشي، اول شي جهاز العرض، انت بدك تتاكد منه قبل كل شي، لانه نحن المفروض نعرض مقاطع فيديو الحمل لناندو وكل الصور الحلوه إلها بهديك الفتره. بعدين بيجي دور الزينه، كتب عندك لقلك. اول شي موضوع البوالين، بدك تنقي لون مناسب، وبدنا نحط بوالين بكل البيت.